شفتوها معايا في مهرجان اسكندرية بفيلم كان مشارك في مهرجان اسكندرية السنة اللي فاتت أغسطينوس، وكان من إخراج سمير سيف، وشفتوها أيضا في الدراما الرمضانية في نسر الصعيد مع محمد رمضان. لفتت الأنظار بالوجه اللي فيه ملامح من نجلاء فتحي نجمة تونس عائشة بن أحمد، اللي برحب بيكي في مهرجان الجونة. فاكرة ما قلت لك إن أنت فيكي ملامح من نجلاء فتحي؟ أيوة فاكرة. وكان بداية المهرجان ده انطلاقك للدراما الرمضانية؟ أيوة، لا كان من قبل المهرجان، من قبل مهرجان اسكندرية يعني، كنت عاملة مسلسل ألف ليلة وليلة ومسلسل شهادة ميلاد وفيلم الخالية. يمكن جماهيرية محمد رمضان خلت نسبة المشاهدة أعلى، وإن بقى دلوقتي وجودك النهاردة في مهرجان الجونة. طبعا. شفتي المهرجان إزاي؟ رائع، يعني رائع في كل حاجة، يعني مستوى الأفلام والكواليتي بتاعت الناس وال يعني كل حاجة معمولة بإتقان. فأنا دايما بقول إن يعني مهرجان الجونة هو كان بتاع الشرق. يعني أكتر حاجة استفدتي منها من المهرجان السنة دي؟ أفلام. وعرفت ناس كتير، عشان أنا وانا في مصر ما بخرجش كتير، ما يعني ما عنديش علاقات كتير يعني. ففي المهرجان ده انا عرفت ناس يعني، وعرفت ثقافات تانية ومختلفة، ودي حاجة مهمة قوي. وكمان الوفد التونسي وفد كبير هنا في المهرجان، شفت كتير عدد. أيوة كبير. أيوة. انا سعيدة بوجودك. شكرا. الفستان الحلو ده سوشا؟ لا، ده مصمم تونسي اسمه احمد تلفيت. مصمم شاطر قوي. جميل. شكرا. يعني تألقك بالتونسي النهاردة هيكون على ريد كاربت مهرجان الجونة في حفل الختام. بشكرك وسعيدة بوجودك معي. معنا، وان شاء الله هيكون لنا لقاء معاكي في عمل جديد في مصر. ان شاء الله. شكرا يا عائشة. شكرا.